أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن القاهرة تسلمت رد حركة حماس على الاقتراح أو الإطار المقترح لاتفاق تهدئة بقطاع غزة. وأكد رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها للتواصل في أقرب وقت للاتفاق بينهما حول صيغته النهائية. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، يتم بموجبه تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين على مراحل وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في قطاع غزة.